صورة أبوي الله يرحمه بقى. الحكومة اعترته، ده حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحة ما صدقتش، وانا ماشية كده كنت حاسة ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ دي امي واخواتي الاتنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه يقعد نعض في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من الاسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوة انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجة بسيطة اللي قال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطاويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى، ما كانتش فارده دي. يا عم الصبر، الصبره دي اللي بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا مصطفى، اهدى اهدى انت، اهدى يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو، يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت، من ساعتها لا بترد على تليفونك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافشه عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شوقي. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمت افهمي، انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شوقي. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شوقي، ماشي. ايه يا عم روميو؟ انا مش شوقي. انت فين يا عم؟ معلش المصلحه بس انت عارف. طب يلا يلا يلا. استنى بس، انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك انت مالكش فيه؟ يلا يلا يا عم. يا عم خلاص طبعا. يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا وشوك البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس؟ لا ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي محدش سمعه وهو معرضه علينا. يا عم ابو نراكو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويرة ماشية رايحة فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تدي لهم. عشان ناوي تستم بيها ايه؟ مش جاية؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يلا يلا. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه بقى هو ده الكلام الجامد قوي. الدماغ عالية قوي. بتضرب ايه؟ أي حاجة وكل حاجة. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه. انا نشاطي سيارات. وانزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا.
ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله، مش موت ركبت معاك العربية وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. حقي بقى. قرف. يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ أنا فين حقي؟ فين الموبايل؟ قومي بقى قولي. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا إيه؟ ها؟ ها؟ اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا في اللي انتوا بتشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغ، هات يا نغ، زي قرعه مد بره البنت دي. معصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده في شتا؟ جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك. يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسيب الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. اه بالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك. مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب انا اطلع الصبح والكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. فيا حماة الاسلام وحراس العقيده، هنا مدرسه محمد، ومن جلس معي في حضره المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهارده يا اخوانا عن الفرحه، كيف نفرح. زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانه بشكل مؤدب ومهذب وجميل، والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر، ريحتهم حلوه، وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول. صلوا على حضرة المصطفى، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. إنما دلوقتي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات، ما تفهمش العيال دي لابسة إيه ولا عاملة شعرها إزاي، واللي حالق زلبطة، واللي مشرط دماغه، واللي رسم حروف على قرعته، وريحتهم والعياذ بالله وحشة وحش قوي. ايوه، ما الواحد فيهم بقاله ساعه عمال ينفض نفسه رقص، واللي بيرقص بسنجه، واللي بيرقص بمطوه، واللي عمال يتمرمغ في الارض، وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه، وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليزي. مع ان ابن شوقي لسه عامل الزفه بتاعه ده بنتي. كل واحد ما بقى عارف صح فين ولا غلط فين. زمن الفرحة الحلو، نفرح بس بأصول، نفرح بس بعدل، ولا إيه؟ الواحد بقى يسمع أغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. أي أيوة والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فيض الكريم رايح شغله، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تأكل حرامة، يسمع واحد يقول له أنا كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي يا ابني ورانا أشغال خلصت الله يسترك. يا ولا جاتك الهوا يا بعيد. يا ولا كمل.
أشوفك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. بيقول لحبيبته يعني إن كلها على بعضها عنده بالحياة. طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاء العظيم. استغفر الله قل لا إله إلا الله من أهله. عيشة عيشة بيت عيشة. أنا ما بخرجش، قلت لك مش هقدر. يا بنت أنا بحبك. ما أنا عارفة، أنت قلت الكلام ده قبل كده، بس أنا مش هخرج معاك، وبعدين هنروح فين؟ يا بنت عايزين نتكلم مع بعض في أي حتة بعيدة عن الحارة. ما إحنا بنتكلم أهو، عاوز تقول إيه؟ عايزين نترجم الحوار مع بعض. بنتي عايشة. أيوة يما، يا نهار أسود يا يما. تعال تعال اطلع اطلع يخرب بيته. خشي خشي. عاوزة تفتح لك الحارة يا بنتي. خلاص يا اخر مره قلت تروحي سيبني. مين يا بنت اللي كان واقف معاكي ده؟ اول ما شافني كده على طول اتطير. يلا حرام. هتقولي ولا اقول لابوكي؟ انا في ابن عم ابراهيم. يا مصيبتي، انا في الصهي يا عيشه يا بنت الاستاذ تمام يخيبك. ما عرفتيش يا بنت وانت سامعه صوت ابوكي في الجامع بيرن في الدنيا كلها وانت عماله تتمايس شمال ويمين على السلم. خلاص يما مش هعمل كده تاني. كان بيقول لك يا بنت، كان بيقول لك ايه بتاعي؟ هو بيقول لي بحبك. بيه؟ بيحبك؟ لا تحبك برص وثلاثه قرص انت وهو. بقول لك بنتي عايشه بيتي بتعرفي تحبي يخيبي. اتاري بقى التلفزيون هو اللي بوظ املك وانا عماله داري عليك شمال ويمين واقول البت محبوسه، البت عايزه تتفك وانت دارك ياخد عشان لقصه حب. يخرب بيتك انت بينا المصايف الفضايح. يخرب بيتك. بدي ايده عليك يا بنت. لا يما لا يما والله وحياه ابويا هو كلامه بس. كلامه بس؟ هتفضحينا هتفضحينا يا واطيه. والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع اخ تاني بيقول له انا ضارب سيجارتين بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. بتاكلك؟ ما هي لازم تاكلك. كلك عفريت يا بعيد. ما هي بتاكلك عشان اتسطلت وبتخطرب وبتقول اي كلام. لا وبنسمع الاغاني دي فين؟ في نهار رمضان، رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استغفر ربك يا سيدي وقول لا اله الا الله من قلبك. ربنا يرحمنا جميعا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يفتح عليك يا شيخ. على حضره النبي. يا عذرا يا منور حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حاله. امين. يا ماهر بارك انك صليتي. احضر لك تاكل؟ لا 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 خليك هجرب جرنان وانام. مش قابلت اللي فندي صبح جوز بنتك قاعد على القهوه؟ اي القهوه دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت. قد ما عندوش ريحه الدم شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني. يعني هي بنتك اللي عدله؟ يلا ربنا يهدي. ربنا يهدي الجميع. بقول لك يا سعدية، أنا عايز أشور عليك في موضوع تاني. خير يا أخويا؟ أنا زهقت بقى بصراحة من مشوار الصعيد رايح جاي رايح جاي. أنا هسوي معاشي. ده يوم المونة، ده أنا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. أيوة. قرشين المكافأة نحطهم في البوسطة وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقية عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف أنا بقول إيه وهي بتقول إيه. يا وليه أنت اتخبلتي في دماغك؟ ما تطلعي من دماغي بهجة. الله، يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جره. بقول لك يا سعدين قومي نامي يا سعدين. انت بتصليتي؟ قومي نامي يا سعدين. كده برضك يا ماهر. نامي وقول لمخك يستريح شويه بقى.
معلش ما انا لازم اجسي قلبي شويه. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخويا. الله قفله بالترباس ليه يا زينب؟ يعني عشان نبقى امان، مفيش حد مضمون دلوقتي. والله عندك حق، اليومين دول بالذات ما عادش فيه امان خالص. امال فين عيشه؟ موجوده يا اخويا. بنتي عايشه. اسكت يا زينب، الدرس النهارده كان عاوزك. الناس كانت مشدوده على الاخر، كان نفسهم ان الدرس يطول ويطول. الحمد لله، ما انت كلامك جميل قوي يا استاذ تمام. ان جيت للحق يا زينب، انا مش عارف ايه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس. بحس كده ان الفلاح اللي جوايا بيطلع فجاه، والحماس والانفعال بياخدوني قوي، وبعطش الجيم واسخن، وساعات اخش في حاجات. ايه مالك يا بنت عايشه؟ مفيش يا بابا. طب تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي جنب بابا يا بنتي. عيشه انا عارف اني جديد عليك شويتين، وعارف كمان ان انا بمنعك من الخروج مع البنات، بس يا بنتي الحاره اللي احنا فيها دي فساد، وهتسمعي كلام مش هيعجبك، وهتشوفي حاجات ما يصحش تشوفيها. صدقيني يا بنتي انا بعمل كده لمصلحتك. الله انت بتعيطي ليه بس يا عيشه؟ معلش يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعه تنزلي شويه؟ ماشي يا ستي؟ لا تنزل ولا تروح ولا تيجي، بلاش دلع فاضي. الله 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 امرك عجيب يا زينب، وانت لعبك كده ولا عجبك كده؟ قومي ومغسل بقيت هدومك. قومي. حاضر يا ماما. الله جري يا وليه مالك؟ ايه في ايه؟ ما تخفش على البنت شويه. حكايه النزول والطلوع دي سيبها عليا انا، مالكش دعوه بيها خالص. وهو ده المطلوب يا اختي. امال المحروس شوقي ابنك فين؟ من ساعه ما نزل الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. يرجع بالسلامه، ربنا يهديه يا رب. يلا قومي حضري لنا لقمه. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم. انا نفسي هفاني على طاجن عكاوي وشويه بومبار. عكاوي وشويه بومبار؟ ده امتى؟ دلوقتي؟ امال يعني السنه الجايه؟ طب يا اخويا خليها الصبح، الصباح رباح. احنا ضامنين نعيش للصبح. الله بقول لك نفسي هفاني يا وليه، خلي عندك شويه نظر مور. طب معلش يا اخويا خليها بكره، احسن انا النهارده تعبانه قوي. تصبح على خير. كده وانت من اهله يما. بنت عيشة اعملي لي سندوتش مرتة يا بنت. خدت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. انما ايه يا خبر ابيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل انت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيني زي النملة، وتيجي على بالليل وتقلبني على قرد. بس انت عايزه ايه دلوقتي، النملة ولا القرد؟ عايزه الخاتم اللي قلت لك عليه. تعالى شوف ايد اختي دي، مش باينه من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزه راجل اعمال، عندهم الفلوس زي الرز، انا على قد حالي. عشان قاعد لي في اجزخانه معفنه بتباع لي بقرش وبقرشين. تعالى شوف الاجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الاجزخانات، خلينا في الخاتم. بجد يا هتحطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده انا اجيبه في ايهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك يا ودى. يا بابا يا ولية يا رب. الله الواد ده انه جاي بابا. اما هو مخرج له يمكن يكون عايز حاجه. طب ما تتاخرش لحسن، لو اتاخرت حنان. ايه اوعي. ايوه تامر. بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش اقلقك. لا انا صاحي والله، مش جايين نوم يعني. الله قلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صحي؟ انا قاعد تعمل لك عشاء. حبيبي الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا، أنا فعلا عندي مشوار ولازم أنزل. يلا حبيبي بصوا.
طبعا. ها خد المفاتيح معاك. حاضر حنيا. ماشي يا بابا. وزعته. ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد. يعني الدنيا ليل هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليل وحد شاف ايد كفه حتى. اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا. قوم ياض، قوم ياض، قوم كفاياك نوم. ريحتك طلعت، مراتك صحيت من الصبح. في ايه يا ابا؟ جعان، بطني بتتقطع من الجوع. وانا اعمل لك ايه يابا؟ انا لسه نايم من ساعتين. شوف الواد بيرد عليا ازاي. يابا انا كلمتك. قوم ياض احسن اضربنا قلمين، ولا اقول لك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت. يا فتاح يا عليم يا رب. ادعي عليا بقى، ادعي عليا. يابا مالك؟ مال؟ هو انا حلت مال؟ يا ريت يا اخويا. الناس كلها بتقول لي ابنك بيشتغل ومعاه فلوس، فين الفلوس يا ياد؟ انت بتتعاطى حاجه يا ياد؟ ما حصلش يابا. امال بتودي الفلوس فين يا ياد؟ اوه ما هي مقفله في وشي من ساعه ما زيزو مات. اياك عايزني ادعي لك ان ربنا يسهلها لك في تجاره الحشيش؟ لا شوف لك شغلانة تانية يا واد، أنا عندي عيل عايز أربيه. حاضر يابا، حاضر. رايح فين يا واد؟ رايح أدور على شغل يابا. أنت بتستقرضني يا ابن الكلب يا معفن؟ أنت بتزر عينيك؟ عايز تضربني؟ ما أنت صايع، اضربني. يا رب، يا رب اخفيني بقى. عايز تتبخر وتسيبني أنا ومراتي لوحدي؟ انسي، روح شم لك شوية أكسجين كده وما ترجعش البيت إلا ومعاك 100 جنيه، فاهم؟ أنا عندي عيل عايز أربيه. يلا يا ابن الكلب. حاضر يا أبو خالد. يلا امشي. حاضر ماشي. اجري يا ولد، اجري اجري بسرعة يا دكتور. الله لا يسيئك، الواد عنده كلب يا دكتور ولازم ياخد حقنه دلوقتي حالا. الف ما بقاش عليه يا اختي، اطلعي دي على مستشفى الكلب. رحنا المستشفى يا دكتور، وهناك قالوا لي هاتي سرنجه، قلت اجي اخدها من عند حضرتك وحضرتك تديها له بايدك اللي فيها البركه. تعالي بعد نص ساعه. يا بيه يا دكتور الله يبارك لك، الواد عنده كلب مسعور ولازم ياخد حقنه دلوقتي الا هيموت مني. يعني اعمل لك ايه؟ احنا لسه فاتحين يا ستي وايديا اهي قدامك بتترعش، يعني اعمل لك ايه؟ اموته لك؟ لا اله الا الله، تفهم بقى يا دكتور وعلى ايه ده كله؟ انا اخدك زخانه بره وله رب اسمه كريم. احسن يا اختي ولا احسن؟ اتفضل يا دكتور، حطه عندك هنا. ولا نزل نص الباب، انا مش عايز اقابل حد النهارده. ايه؟ حاضر يا دكتور. وحشتيني. وحشتيني اهلا وسهلا. وحشتيني قوي. اتفضلي خشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اهلا بيكي. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. للدرجات دي الجواز ياخدك مننا؟ العيال والمدارس اعمل ايه بس؟ والله دي هيصه يا طنط. كام سنه ما شفتكيش، ولا عشان ليلى هي بس اللي بتشوفك؟ ما اقدرش على بعدك، والله دي ظروف. تعالي نخش نقعد جوه، اعملي شاي يا ماما. حاضر يا حبيبتي. بعد اذنك يا طنط. اتفضلي يا فاتن. ياه ايه ده يا ليلى؟ اوضتك ما اتغيرتش من 5 سنين. 5 بس؟ قولي 20 سنة. اخيرا يا اختي جيتي للبيت. اعملي بس يا لولا، والله العظيم انا في دوشة. اعمل ايه؟ ما انتي عارفة. ايه ده؟ انت لسه محتفظة بالصور دي؟ وهو انا ليا غيرها؟ ده هي دي الذكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي. فاكرة يا لولا؟
فاكرة يا بنت مظاهرات 18 و19؟ والبنت الوطنية بقى ليه اللي هتغير من أوضاع البلد؟ أنا كل ما أفتكر إن أنا كنت بتشال على كتف راجل ما صدقش نفسي. أنا إزاي كنت بعمل كده؟ وعمري ما جه في دماغي إن ده راجل وشايلني. تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وأنا شعرفني بقى يا فاتن هو وضميره؟ كنا عيال يا بنت. قولي لي يا لولا، ندمتي على الأيام دي؟ انت جايه تضايقيني؟ لا والله العظيم انا بجد بسالك، ندمتي؟ والله مش عارفه المفروض اندم ولا افتخر. يمكن ساعتها كان الحماس واخدني، مش عارفه بقى اذا كنت مدعيه ولا صاحبه قضيه. يا ستي بطلي لف ودوران وردي عليا، ندمتي؟ الشاي يا بنات. اهلا يا رند، متشكره قوي قوي. منوره يا فاتن يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. عارفة يا فاتن الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها ايه؟ صحابي. وانتي اولهم. ليه؟ هتزعلي مني؟ لا والله ما هزعل منك، انتي عارفة قد ايه ان انا بحبك. لما دخلت الجامعة وانا منحارة زي ما انتي شايفة، كان احساسي بالفقر كبير. كل البنات بتلبس، كل البنات معاهم فلوس. عمري ما بصيت للي عندهم عربيات، عشان ده كان حلم بعيد. قلت يا بنت اللي عوضني عن كل ده الشخصية، لازم يبقى ليا شخصية. لقيت نفسي في أصحاب المواقف والنظريات السياسية، شدتني أفكارهم ولبسهم جه على هوايا. أي جنس في أي بلوزة في أي كوفية وأي تسريحة. وعشت ليلى غانم سكرتيرة أسرة الوطن وعرفتك. ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش. ليه؟ علشان بجد أنا شايفة أنك بتهربي من سؤالي. ندمتي؟ أيوة ندمت، لأن كلكم فجأة اتغيرتوا ودورتوا على الحياة، كلكم عرفتوا تتجوزوا، أنا الوحيدة اللي مشيت ورا وهم. آه بندم يا فاتن، بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي. طب واللي رجع لك القطر تاني؟ نعم يا أختي. أنا جايبالك عريس. عريس؟ وده عنده كام سنة؟ ولا مريض ومحتاج رعاية؟ لا والله يا اختي ده راجل وزي الفل كمان. وعارف عنك كل حاجة، بس هو متجوز. لا انسي انسي. ليه بقى كده؟ دماغك ناشفة كده ليه؟ ما تصحي شوية. بقول لك ايه يا فاتن، احنا عندنا محشي، تاكلي محشي؟ بص يا عموم، انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هاجي بالعمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعاين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سناء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. ما فيهاش حاجة، يعني لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حن برضو. وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. ما حدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة وهو في الرايحة والجاية يلسن علينا. لا والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقول لك يا أخويا عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شافش في عينه نظرة شماتة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا، ما هو ده بقى اللي في باله، وأنا بقى مش هنوله اللي في باله. آه. أمال هنعمل إيه يا سماء؟ أهو اللي عمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبلنا إيه. نور. الله ينور. الله ينور يا عم فتحي. لمي لي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله. هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل الوردية، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا.
سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجاله. يلا نشاهد شويه. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد ديهم. والله انتوا ما تربيتوش ديهم من العيال احمد الله. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، اعمل لك كوبايتين شاي. يوم حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. ده عشان انا؟ وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي. اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت. وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. بتكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا يا ريت، على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهادة ولا صنعة. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا أمي، خلي البساط أحمدي. الناس بتعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني ببرهم وبحلهم حياتي، عايز تفرجهم علي يا واطي، يا واطي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي، عليا اليمين ما انت قاعدين، شوفوا له شطة إلى ابن هدوم، شوفوا له شطة إلى ابن هدوم والحصان إلى ابن هدوم، أحلى حاجة، قولي بس فهمني يا أخويا فهمني، يا واطي يا سامر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فاهم بيترقصني في الحارة زي هتروح فين الساعات دي؟ أنا عارف يا أما أروح فين؟ أنا عارف. هو بيعمل كده ليه يا أما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا أما، شافني وخلاص يا أما. وأنا عمال أقول الناس عمالة تتلمس عليا ليه وأنا بديهم الدرس؟ أتاريهم عارفين المصيبة اللي أنا فيها؟ ابني ابني وصبتي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري هو يوم كده ويرجعك اصل حلف يمين ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري لا مش ههدى ياما مش ههدى كل حاجه بيقول عليها لا ياما اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما لا لا ياما اقول لك لا يا واطي يا سافر طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك تعالى يا لهوي 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 يا ايه يا سامي انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي يا نمي تقعد معانا المنطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي؟ ما تيجي ندور على حاجه نلوز بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي.
تعالى بالشوق. خد شوف اللي وراك. معلش بس الراجل مستعجل على احنا خلصوا افطارك. بقول لك يا شوقي، كلام جديد اهو. قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. هتقول يا جدع؟ معلش معلش يا سامي، انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ عشان حاجات كتيره. كبر دماغك، قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى يا شباب. دي اوضه يا سيدي محدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي. من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها؟ انا ما بستعملهاش. طب يا سامي، انا عايز اشتغل. اشتغل اي حاجه. تنزل استوديو؟ اعمل ايه؟ اه تمسك البوفيه شويه شويه، انا مظبط لك فرقه صح تنزل معاها بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه. قول ان شاء الله. فك كده بقى، فك. يلا. خلص السبوبه دي. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام؟ ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم عمر، انا هقفل. طيب يا استاذ، ربنا يهدي لك حالك. اه سامحني يا رب، سامحني وسامح ابني واهديه وارجع عن اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخرة، وتفضحني ايش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلبي ابني على الايمان. اهديه ورجع لي اللي هو فيه يا رب بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صدق أول مرة أخرج مع واحد. تتكلمي جد يا منى؟ هو إيه يا أخويا ده؟ كل ما أقول لك حاجة تقول لي بجد بجد. آه بجد. بطمن بس. لا خد طمن، أول مرة أخرج مع واحد. عارفة أنا جايب لك إيه؟ إيه؟ خاتم. ليه أنا؟ آه، وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجة، مسكي. يا بركة دعاكي يا أمي. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سيعاني. بس لا مؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصل مش قايله لامي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. اه صح، صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. بس يا ابني انت هو سيب العربيه. مش عاوزه تدور. ندورها يا ابني. اتفضلي اتفضلي انزلي تعالي. هات كرسي يلا. معلش يا ابني هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابني اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابني. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساقعه. كتر خيرك، عندي مشوار ومستعجله. هات يا البطاريه اللي جوه دي يلا. حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابني.
هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم مرحوم ابوكي من بيتك وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى، البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى؟ ما تديني توصيله وخلاص. لا لا لا، اقضي مشاويرك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك، ولما تقضي مشاويرك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل، انا خدامك. ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا. دور يالا. ما تحرمش منك يا استاذ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ست. العفو يا ست الكل. هتوع يعني، هتوع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على جنب. مي يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه كده برضو. اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت، تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلت بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفه بكره هوديكي فين؟ فين؟ جنينه الحيوانات. الله. عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها، وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما خافش من حد. حبيبه قلبي يا ميمي. يلا يا ماي روحي العبي مع اصحابك شويه. يا حبيبتي كده البنات هتغير من ماي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها، بحبها قوي يا حبيبتي. وانا مقدره الحب ده، بس نراعي زمايلها في الدار شويه. ما تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره، وليلى ظروفي منعتني. انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى. نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله ان شاء الله. بذمتك العيشه دي جوزي فرح حين حمصه شويه فريك. بكره ربك يفرجها يا بنات. انا اللي غيظني الحربايه مرات ابويا دي، عماله تدي حقن لابويا من تحت لتحت، وابويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش مصلحه في ايه؟ ادي ايه ده طالع فين يا ده التوهو؟ ما اعرفش حاجه. المعلم فين؟ دخل الشغل ده صاحب سرعه. هو انت بتسال عديده ليه؟ استنى بس، ده فاكرنا نايمين على اوداننا. ده انا جايب له الحكومه وقتي. اه ايه في ايه؟ ايه حفظك؟ ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح. بتسال ليه؟ لا تعدل في الكلام. الدي ده بيتباع براني، وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظ واحنا مالنا. قول له يا بلاد افعب يا حمار. دي ده حصة الفرن يا دوب مكف الحارة. الباشا بيبيعوا براني، وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. ما بتحصلوش على رغيف واحد، افهم بقى يا ابني الحرامية. وطي صوتك انت وهو، هتودونا في داهية. شيل الحبسوه. شيلنا الحبسوه. ايديه بيفيد يا جدعان، اخليه لما يسوس ولا استنفع منه؟ وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي اتفضل. ايه بقولك ايه؟ اي دقيقه هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم، انا هبيع الحصه كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفي بالنص. خد انت 100 وانت 200. اه تمام. ايه يا بنتي مالك؟ انت هتاكلي الشيشه ولا ايه يا اختي محرومه؟ هو انا اقدر تفتكري اشرب شيشه دي في البيت؟ ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. طب ما انت بتشربي سجاير، ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفه انت مستحمله جوزك ده على ايه. طيب وغلبان وبيسمع كلامي، مع اني ما بحبش الراجل الطيب. على فكره خد بالك يا شمس، ناهي الدين ضربهم 5. ايوه اقعدي نقي عليا يا ناس. ما انا ما بقر ولا حاجه، ما انا قلت 5 وهما 6 اصلا. تعرفي يا نهد، احنا فينا حاجات شبه بعض. انا برضو متجوز 4. على ذمتك 4؟ لا طبعا، هي سنه وباقي على طول.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خرجتي وقلنا معلش وتأخرتي، قفلة تليفونك ليه؟ بتدعي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا؟ ايه اللي منرفزك؟ ولا حاجة يا اخي، بكلم نفسي. في حاجة زعلك يعني؟ في حاجة؟ بكلم نفسي، ما انا بقيت طرطور في البيت ده اصلي. اعمل لها تليفون، قفلة تليفونها. طب عملت حادثة؟ الله، جرح حاجة، اتخانقتي، ما نعرفش. معلش يا بابا، هتلاقي تليفونها فصل شحن، أكيد يعني مش هي اللي قافلاه. ما فصل زفت، ما تتكلم من أي حتة، تطمنا يا أخي. ما تقلقش يا حبيبي، زمانها جاية في الطريق. هي ما قالتلكش رايحة فين؟ يا دي بتقول. طب يا حبيبي أنت مش عايز أي حاجة؟ أعملها لك شاي، قهوة، أي حاجة. دولية تسد النفس، والله ما عايز حاجة يا أخي، قوم نامك. حاضر، لو عوزت أي حاجة نادي عليا. لا خلاص لازم أمشي. طب مش هتجيبي نمرتك؟ طب هقول لك، هات أنت أحسن. خدي 012. لا ثانية واحدة، كنت بفتح، كنت قافلاه. طب جوزي بيتصل. طب ما ترد عليه. طيب لا ما ينفعش، اهو قفل. قول بقى 012 43 72 599. انا هطلبك وهسجل نمرتك باسم نانسي، اوعي تنسي. لا تمام، بيرن. اوكي، مع السلامه. باي باي يا حبيبتي. مع السلامه. مالك؟ جامدة. ايه يا نهى دي حبيبتي؟ خططينا عليك. معلش انا اسفه، اصل كانت الدنيا زحمة قوي. وتليفونك على طول مقفول كده؟ اصله كان قطع شحن، وبعدين كنت سايقة، وانت عارف ان انا ما بعرفش ارد وانا سايقة. لا يا حبيبتي غلط، اوعي تردي وانت سايقة. بموت فيك وانت بتخاف عليا. يا بنت الواد صلاحي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هاخد دش وحصن. مش كنت سمعت كلام يا سناء؟ ودقينا شوية طعمية واسترزقنا وفكينا عن نفسنا شوية. أبوس إيدك يا فاتي، ما تديلوش فرصة يشمت فينا، ده أخويا وأنا عارفاه كياد كده النسوان. وأنا مش قادر، مخنوق يا سناء، مش رايق نفسي، مخنوق. من ايه بس يا فتحي؟ ما احنا عايشين وكويسين اهو الحمد لله، عيشتنا زي الفل. زي الفل؟ بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ بقول لك مخنوق، مش طايق نفسي، مش طايق الدنيا. مش انت يا فتحي اللي قلت لي يا بنت يا سناء تعالي نقعد بره شويه عشان نتهوى؟ فرقت ايه يعني؟ جوه زي بره، انا كل يوم متلاقى عينها اللي رايح واللي جاي بيضرب السلام ولا حد. خلاص حفظ شكلي زي الرصيف. طب قوم يا اخويا، قوم معايا كده وروق. يلا قوم يا فتحي. صلى على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي، ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قال لك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى منحق عليك. هو الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتحي، بحبك وعاوزاك. وبعدين انت جوزي وابو عيالي، وانا مش ممكن هرميك ابدا. وعشان تبقى عارف بقى، انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي. اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه، انا لو عملت كده ابقى راجل ندل. ما تقولش
تقولش كده، عشان خاطري ما تقولش كده. صلي على النبي يا اخويا، صلي على النبي. انا بحبك ما تقلقش، ربنا يخليك لي. القهوة في اختي. مالك؟ ايه اللي جرالك؟ كان بيشدد عليا قوي يا منير. انا خدتك مدعوقه لكده زي بنت صفيه. انا قلت لك ما تروحيش الكنيسه النهارده، شكلك تعبان. انا حتى لو قعدت في البيت كنت هفضل تعبانه. الله يا الله. يا جماعه مفيش شاب لابس قميص مشجر جري من هنا؟ قطع نفس ابن الغشيمه. ايه البلاغ وريني؟ موبايل رم. رم ايه يا عبيد؟ دي حته جامده، خدتها ازاي؟ ولا حاجه، نزل وساب الموبايل على التابلو. قلت لما عاقبه. ممكن موبايل لو سمحت؟ دي عالم يابا مش تعبانه في الفلوس. يا عم الحقيقه حاضرين. ايه ده؟ الو الو كابتن، لو سمحت الموبايل ده بتاعي. قصدك اللي كان بتاعك؟ بص يا كوكو، خلي ماما تجيب لك موبايل من اللي فيه كاميرتين. ها يا كابتن لو سمحت، الشريحه عليها ارقام مهمه. خد الموبايل وارمي لي الشريحه في اي مكان يبقى كتر خيرك. هيوحشني صوتك. الو بقول لك ايه يا صاحبي؟ انا هشد لغايه العتبه كده، اروح ابيع الموبايل ده وارد لك تاني. ها ماشي، ما تعوقش. ماشي. بقول لك ايه؟ هات اي خيمه معاك وانت جاي. عينيا. وسندوتشين شاورما خيرها عشان نظبط. ماشي يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين اجمعين. ماما خلاص بقى يا ماما، سامحيني مش هعمل كده تاني. ما انا عارفه. عاوزه ايه تاني؟ يا ماما احنا ما عندناش تلفزيون وانا عاوزه اتفرج. انا نفسي افهم ايه اللي شدك في التمثيليه دي؟ يا ماما التمثيليات ما فيهاش حاجه عيب من اللي في دماغك. انا يا اختي ما فيش حاجه في دماغي ابدا، اللي في دماغك انت مش في دماغي انا. طب تعالي شوفيها معايا. يا لهوي، انت عايزه يا بنت ابوك يطلقني؟ ده انا بقالي 20 سنه ما اتفرجش على تلفزيون. ليه يا ماما؟ عشان في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه. لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما انت عاوزه. خلاص جوزوني. وهو يا بنت جالك ابن الحلال واحنا قلنا لا؟ مش لما يجي ابن الحلال. خلاص يا ماما، اخر مره اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمه. طب سيبيني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اطمن له انك انت تروحي تتفرجي على التلفزيون عندهم. يلا بقى اختي من الصلاه، حرام عليكي. حاضر. استغفر الله العظيم. يا عم افهم بقى، الراجل مدير المستودع اللي انا بيه صاحبي، اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه، حبها ب 20، يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش؟ وحش ايه؟ ايدي على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول، والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. قبل ما الحكومه تصحى، صح كده؟ عليك نور. الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم. اضربهم كده في 10. 20 في 10 دول 200 جنيه حلوه قوي. وانا لغيت الواد كريم، هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير، هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال. هو العربيه اتقفشت هيضيع. شباب ماشي، اخلع انت. ماشي خلاص، نديله ريالين. الفرصه بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعه زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد عادتك السودا دي على الكرسي ده. وهو كذاب. ها؟ تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابق؟ يا بهزر معاك. انا عارف ربنا بهزر معاك. يلا يا جابر، نفضت لي يعني في حدوته الجهاز. ما قلت لك هجيبه لك.
بس مستني اقعلك حته فرطه حنينه كده. يا عم خلص، ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته، يعني هتعيش براحتك كمان. طب اقول لك ايه، انت عايز يعني واصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده؟ انا هركب لك واصله للجهاز ده، اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه، عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا ابني. ما تعمل يا عم انت صغير، ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته ومحدش بيلغيني. ايه يا ابني، ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء. انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغيه. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه النت ده، هياكلنا ولا هيشربنا؟ يا عم بركه، انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال، واقول يا ترى الولا راح فين. كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول، اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجي خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله، ما تقولش على ابوك. يالا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا. شفت الولا بيبوا ازاي؟ ما تروق يا عم، ما كل العيال بتغلى. اغفر الله العظيم. تعال شوف شاي. لا 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 خلاص روح يا عم. تعالى تعالى نشرب سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعالى يلا. ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا بتاعك يا معلم بركه. روح يلا اتنين شاي بسرعه. يلا حاضر. عاوزك في استشاره. تحت امرك يا اخويا. قول دلوقتي انا اعمل اعلان وراثه ولا ما اعملش؟ انا مش عايز اغلط، عايز امشي قانوني ومش عارف اعمل ايه. انت مش قلت ان ابوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا ايه، بس بسيبهم يعرفوا برضه. اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشه؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. اه يبقى تعمل اعلان وراثه. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشرت كبارات الحته، محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله. اه طبعا. طلع طلع ايه؟ سيجارتين. اه اه اميره روح انت يا خالتي، خلاص بقى كويس. وادي معقوله يا بنتي اسيبها وامشي؟ روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه، عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده؟ ما بخلتي يا ما قلت لها حللي، ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن. ها جبت لك انت جبنه ومثلثات اللي بتحبيه. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بنت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويس. باذن الله هتبقى كويس يا رب. يا عبد الله ان شاء الله هتبقى كويس. طيب انا هاخد عليك بكره الصبح. ها بقول لك يا صباح، خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل. حبيبي عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا انا بقيت فاكر، انا النهارده مسؤولة مني في كل حاجه. خلاص خلاص بقول لك يا صباح. ما فيش حاجه تقلقني، قطايه صغيره بس. انت رايق. امشي يا صباح. يلا يا اخويا يلا يا اخويا، انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. لا ياما. الله يا واد انت، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه، هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. تفهمونا بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. Thank you.
ايوه صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. نزل الفل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك للعوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلع. اعملي اللي انت عايزاه. اعملي. ايه موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه. انت قول وخلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. يا اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني يا قدامك فين بس؟ اديني فرصة. والله العظيم ما عملت حاجة. استنى بس اسمعك. انا مش مسجلة هتضيعني. ابوس ايدك هتضيعني. انت مش عايزة تسجلني. هتضيعني. انت عايزة يدق على وشك مسجلة. تضحك عليا قلت لك انت في الشغل. قدام يا بت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. هتضيعني. هتضيعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصة عمرك. بتسمعني يا بت. انا كنت عاملك بني آدمة. تضحك عليا انا بتبيع مخدرات. ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت بعيها. دي شوية شغل فاتهم يا ابويا، قلت اخلص منهم والله العظيم ما بتاجر فيهم. والله العظيم ما بتاجر فيهم. بتجيب المسكنه دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ ده ليه الكلب عمره ما يتعبر؟ صحيح الوسخ وسخ، عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحده زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه؟ خد الخاتم بتاعك. خده. وديني على الاسم. بس يا بت. الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى شوف امك واخواتك ازاي. قدام على الاسم. قدام يا رحم. يوسف عصام بيه موجود؟ طلع مع مرايا. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض ما تعمل مخدر ونخرج. كان بيه ترميها في الحجز. يلا يا بت. يلا. اهلان. ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. ها كويسه دلوقتي؟ انا تعبانه ابو كريم، تعبانه قوي. طب تعالي تعالي اقعد ارتاح. لا مش عايزه كرسي. طيب عنك. شد حيلك امال. الامر لله من قبل ومن بعد اخويا. كده تعباني. سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه يا ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا ما هو ميه برضو. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما بدي اكلمك فيه يطلع لي ميت عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي. قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه. دريت. بس اجيب لك من الاخر، سعيد مش هيدفع. والعلى
بس هيدفع عن ايه؟ ده الدين على ابوه لازم يدفع، ده الراجل يتقلى في النار، حرام عليه كده، اعوذ بالله، بينام ازاي ده؟ بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي، النبي كلمه ابو كريم، ما انت عارف انا بجهز البيت وحياه النعمه، وحياه النعمه دي على عيني يا رب، والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. استغفر الله العظيم، ليك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه انا اقول للحوايا من وراك يا اخويا. الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده هات ايدك. يالله تعمل اي حاجه ايه؟ اي حاجه انا هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس اكلمه برضه. امري الى الله، أمر إلى الله يا أخوي. ما تقلقيش يا مصباح، أكلمه. أنا بيب. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى أنبوبة. مع إن أنابيب الحارة كلها خلصانة. طب ما نبيع ب10 جنيه. أنت عبيط يالا، هديلك في وشك أخنفك. يعني إيه هذا الشمدول أنت هو؟ مصلحة يابا في السريع، بنبيع أنابيب. والله فكرتني، الأنبوبة خلصانة بقالها أسبوع في البيت، يبقى قدامنا واحدة. حاضر يابا، هوديلك واحدة البيت. ولا أقول لك ودي كمان واحدة عشان نستبدي كمان فاضية. كفاية واحدة يابا، دي ب20 جنيه. مستخسر في أبوك يا ابن الكلب، 20 جنيه يا ابن الكلب. ما أنت لعبة كلمة ونسوان تبوقنا يا ابن الكلب. حاضر يابا، هوديلك اتنين. الله، انا بقول لك ايه تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد دلوقتي، الدنيا واقفه عشان بهايم. في حد يبيع سوق سودا فعاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل، هتاخد الانبوبه ب20 جنيه؟ بيولعوا بابور الجاز احسن، ولا انتوا ما تعرفوش بابور الجاز يا اخويا الدواوة؟ اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي الدواوة. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا بتجان، هنبيعهم على طول. اوعى يا قلب ما توديش الانبوبتين البيت. هوديهم يا اخي. اوعى تنسى الانبوبتين. مش هنسى، خلاص بقى يابا. يابا ما تنسى. السلام عليكم يا حبيبتي. الله يخليك. يو مالك يا فتحي؟ مليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عمي ما تغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن، هدخل اعمله لكم، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال. يلا 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 منك، روح خش جوه. يلا يا حبايبي روحوا اقعدوا على الطبليه عشان ناكل. هو انت شفت سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت. عشان كده قال لك حاجه؟ يلا بقى خلص الاكل، تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير من عند ثابت، لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجه؟ هيقول ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك شايل التين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه، مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. يحنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي، العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو اشوفكم بتلعبوا قدام ورشه خالكم سعيد، هقطع رجليكم انتوا الاثنين. ما بروحش هناك يا خلاص بقى يا فتحي، كل يا دنيا كل. تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر طلعتنا في ايه؟ طمني، ده ما يديش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه، كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكم زي الفل يابا. الله يا فتحي، كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر، اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي لحدها بتحدف كتاكيت.
انت ابن صاحب البيت قلب الاوضه اللي تحت غرزه. قلت قبل كده لابوه ما عملش حاجه. بس برا قبل هخش انفضهم لي. بالراحه مش عايزين مشاكل، بس مش معقوله ريحه الحشيش ضربه في البيت كله. طب توكل انت على الله قبل وانا هتصرف. سلام. سلام. ازيك يا عم سابق؟ الحمد لله. جرايه يا عم بيتا، ينفع كده برضك؟ ريحتكوا فحت في البيت كله. مفيش حاجه يا اخي، وخش شوف احنا بنلعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ما الاوضه هم عبقى بالخال، انتوا ايه تنتحروا؟ وبعدين قبل الليل اشتكت. مفيش حاجه يا اسطى، ميته، خش فتش الاوضه. لا مش هفتش. يا اخوانا خفوا شويه، البيت فيه بنات، ما ينفعش كده، مش لازم تستبحوا كل يوم. ماشي يا اخي وماشي، ماشي تمام. وبتعرفوا تلعبوا بلاي ستيشن على كده؟ ما تيجي يا اسطى افرجك. لا مش فاضي، عندي شغل. ولا اقول لك تلعب على كام يا كفي مريم. شغال. ايوه. يا تخش السلك يا ماشي. المقاطيع فين؟ لسه بدري عليهم. انت اللي جيتي بدري شويه. العيال عاملين اعتصام في الكليه. عميد الكليه روحنا وقفل المكتب. اعتصام؟ والله طلبة محترمين، فكرتينا بأيام زمان. ريح نفسك، مش معتصمين لعشان قومية عربية ولا فلسطين ولا عراق ولا غيره. أمال معتصمين ليه؟ لخبطة يا سيدي بينهم وبين كلية الطب، وهم عندهم حق. ما هي بتوع كلية الطب يتنازلوا ويقفلوا قسم الطب الطبيعي، يا العلاج الطبيعي يقبل إشرافهم عليه. حاجة كده ملهاش أي حل. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرهم معتصمين اعتصام سياسي. واضح إن الجيل ده بقى عنده برود في القضايا القومية. يا عم طارق، مين يدافع عن مين؟ المعركة بقت على لقمة العيش. معقولة يا ليلى؟ أنت اللي بتقولي الكلام ده؟ أيوه، وابصم على كده كمان. السياسة يا طارق بقت شغلة الأغنياء. ما تبقاش فقير وبتعد في التراب ومفيش في جيبك حق لبن العيال وتقولي بالروح وبالدم كده، يبقى كلام اغاني. ارجع للتاريخ يا طارق، ما بيدافعش عن البيت الا اصحابه. الجيران بقى تدعي، تشيل يوفط، تشجب، تندد، تبلغ البوليس. كلها مجاملات. لا لا يا ليلى، انت اتغيرت كتير. الله يرحمك يا عبد الناصر، فينك وانت بتقول وحدة الصف العربي ضرورة حتمية، نسيتي؟ وحدة الصف العربي ايه يا عم طارق واحنا بنتخانق على ماتش كورة؟ الوحدة والأخوة دي كانت زمان. احنا ممكن نكون اخوات في اللغة، في الدين، بس المصالح مختلفة. وما دام المصالح والبزنس اختلف يبقى خلاص. لا 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 لا، اشمعنى الدول الأوروبية قدرت تجمع نفسها وتبقى كتلة واحدة؟ حتى أمريكا اسمها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت عبارة عن ولايات وجمعت نفسها وبقت قوة عظمى. لأنهم كانوا واضحين مع نفسهم، حطوا مصالحهم ومصالح شعوبهم قدامهم من غير بقى شعارات ولا قومية ولا الحلم الأوروبي. بقول لك إيه؟ كلم العيال خلينا نلعب بلاش صداع. انت عايشة؟ انت بنت؟ تعالي هنا، تعالي. ايوه يا بابا. صوتك عليك كده ليه يا بنت؟ معلش يا بابا. معلش ايه وزفت ايه؟ وبعدين انا مش قلت لك 100 مره لما تقف في المطبخ تبقي تغطي شعرك؟ يا اخويا هتغطي شعرها من مين؟ مش كفايه انا مغطيه شعري طول النهار؟ شوف الولية ورده، هو المطبخ ده مش ليه شباك؟ والشباك ده مش مفتوح على الجيران؟ والجيران دول مش ليهم عيون تاكل السلط؟ ولا انا بخرف يا اختي؟ يا بابا الشباك مقفول. مقفول ولا مفتوح؟ اللي اقول عليه يتنفذوا بالحرف الواحد ومن غير مناقشه، فاهمه ولا لا يا بنت عايشه؟ ماشي يا اخويا ماشي، يلا اجري سخني الملوخيه اجري. يا باي جت كل بلد. السلام عليكم.
اهلا يا استاذ سعيد. ايه عايزني دلوقتي؟ ما ينفعش بكره؟ الموضوع مهم للدرجه دي؟ طيب يا سعيد خلاص انا جاي لك حالا. السلام عليكم. زينب حضري لي اي جلابيه تانية غير دي لحسن، حاسس انها توسخ يا اخويا. كل الغسيل في الغساله. شش وطي صوتك، هاتي اي بنطلون وقميص يلا. اوطي صوتي من مين بس؟ هو انت عاوزنا نوشش بعض واحنا في قلب بيتنا؟ صوت المراه لازم يكون واطي على قد السمع، مفهوم ولا لا؟ يلا. حاضر. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم يا اخويا. عايزاني اجيب لك اي حاجه من تحت؟ انا رايح للص سعيد بيقول ان عايز الموضوع مهم. هات لنا معاك ازاز الزيت. زيت تاني؟ ما انا لسه جايب لكم زيت، انتوا ايه بتشربوه؟ اصل انت اول امبارح جبتنا بصراحه سمك زفر قوي، خد الزيت كله، ودلوقتي عايزين نقل بطاطس ما لقيناش، نعمل ايه؟ السمك هو اللي زفر ولا ماشي يا اختي؟ حاضر هجيب لكم. يلا حضر البنطلون والقميص على ما اخش الحمام. حاضر. غطي شعرك يا بنت، روح. حاضر يا بابا. تتأخري، التمثيلية تخلص ألاقيكي هنا قدامي على طول، أحسن أبوك يطردك زي ما طرد أخوك. يا ماما أنا تحت في الدور الأول عند عواطف، بس أنت خليكي واقفة في البلكونة لاجي وأنا تحت. أول ما نادي عليكي طيري على هنا، فاهمة ولا لأ؟ حاضر. يلا بسرعة يلا. الصورة يا رب. مؤاخذة يا عم الأستاذ، ربنا يهديك. صدق الله العظيم. احضرنا يا عم الأستاذ، الكلام اللي هقوله ده محدش يعرفه، ده كان سر بيني وبين أبويا الله يرحمه، موصيني ما افتحش الكلام ده إلا في حضورك يا عم الأستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحة على روح أبويا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم موتنا جميعا. ابويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الاوضه وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا؟ مالك؟ قال لي قرب منا يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط ايدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يا بابا لا، انا عمري ما حطيت ايدي في جيبك يا بابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت ايدي في جيبه لقيت شويه ورق. قلت في ايه؟ ابويا بيخرف ولا ايه؟ قال لي اقرا اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في اصل وشك، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. ما تستهدي بالله، امال يا سناء يا بنتي، هو الراجل لسه قال حاجه؟ بصي احترمي نفسك لبهدلي. ما تقدرش تهوب ناحيته طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان كده. طب استاذن انا بقى. خلاص عم الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا وعدتي، ما صحش كده. كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا، انا ما يرضنيش، واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك، البيت والورشه حقك يا سعيد، وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورق اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد، لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قليلة الادب ومش محترمه حد. عم الشيخ العود معاك ودي وصيت ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقيله قبل ما يموت؟ ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عيل؟ ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني؟ ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه وانا ما ظلمتش حد. وكلمه زياده هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا. مش ده الحق برضه عم الشيخ؟ انا لحد كده وماليش حكم، ده عقد بيع وشراء ومن حكم في ماله ما ظلم. كده؟ ماشي يا سعيد، انا همشي. لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا لما اكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. يلا يا واد امشي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.
قلت لي كذا نال. قول لابوك على كل حاجه قبل ما يموت. اهو مات وخد كل حاجه. اله يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. قال وجايب الشيخ معاه علشان يشهد. هو الشيخ تمام هيعمل له ايه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقولة أبوكي يكون كتب كل حاجة قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي، مش ممكن، أبويا مش ممكن يعمل كده أبداً. أنا شفت الرسومات والعقود. ذكرني يا رب، أرفع قضية. هيكسبها. هو مش عبيط ولا بريالة، هو فاهم بيعمل إيه، بيخطط ويدبر وعامل كل حاجة وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ازيك حبيبي؟ صباح الخير يا امي. رايحه فين يا بنت؟ رايحه ادي ابره لحماتي. ابره؟ وانت منين انت يا اختي بتضربي ابره؟ يا ولية انت بتنسي، مش لسه مديكي ابره الشهر اللي فات؟ يا بنت ولما تديني ابره مره ولا مرتين ولا حتى ثلاثه خلاص كده بقيتي ضريبه ابر؟ خلاص يا امي خلي دي الرابعه. يا بنت شوفي لها حد يديها لك بدل ما تخفيها تبقى نصيب. نصيبه ايه يما؟ نصيبه ايه دي ابره عضه؟ بعدين ما لقيتش حد يديها لها اعمل ايه؟ يعني اسيب الوليه؟ لا ما نسيبهاش، نعمل واجب. قصدك صاحبه واجب. انت حره يا اختي، خليها تروح فيها. عبد الله هيقطعك بدل ما يتجوزك. بيحبني يما ومش هيقطعني. عبد قرص وعشره خلص مشغولي ضربة. ما تمسكنيش قوي كده يا واد. ما تخافيش يا خالتي بقى. اها يا بنت. لا والنبي ده انا يعني انت هتتعلمي فيا الحقوق يا خالتي. والنعمه بديها لامي حتى بيساليها. اسالها يا اختي بعد ما تكوني خلصتي عليا. اجري يا واد بسرعه، امشي جيب لي حد من الاجزخانه يديها لي. يا صباح اديها يا صباح وخلصها. ايوه شوف اللي بايع امه. ها يا امسك دراع امك يا عبد الله. يلا يا صوتي بس خلاص. مش شايفه يا خالتي حسيتي بحاجه؟ والنبي يا بنت ايدك خفيفه. شفتي بقى؟ بس اسمعي، وديني وايماني لو دراعي ورم لا اخلي عيشتك سودة. انا بقول لك لا ان شاء الله مش هيورم. يا رب يا اختي يا رب. هات القطنه يا واد. القطنه فين؟ القطنه راحت فين؟ معاكي يا خالتي. اه بقول لك ايه، امك فين يا بنت؟ اهي مطحونه في السوق يا خالتي. طيب قولي لها خالتي عايزاكي، بتقول لك شهيلي شويه عشان ندخلكم ونخلص من وشوشكم دي، بدل ما انتوا دايرين ورا بعض زي الديك والفرخه كده. ديك وفرخه ايه يا امه؟ ما تحسني كلامك يا امه. تعالى صباح اوصلك. يلا. لا ديك خليك جنب امك. فرخه يا اخويا عارفه طريقها. عارفه طريقها؟ روح جيب دايه في اللي ربوكي. اتفرج وتعلم. شوف الكوره اين تركن. الله اكبر. لما اكون مجامل. سمع الله لمن حمده. الله 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 اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي بيحصل ده حرام حرام. شوف عليك وحده بتاكل ده حرام. ما عندكوش دم خالص. ما هو زي ما بتحب مصر، احنا بنحب ربنا. انتوا ما بتصلوش وقلنا ماشي، ربنا يهديك. لكن سيبوا الناس اللي بتصلي تعرف تصلي. انتوا ايه انتوا قرره؟ ما عندكوش ده ملة ولا دين. خلاص يا عم، اذا كان على الماتش هنتفرج عليه من غير صوت. وانتوا اللي عاجبه اتفرج على الماتش وهو اخرس عاجبه. مش عاجب ورينا عرض كتافه. مش عايزين ناكل عيش عشان الاستاذ يتبسط. ما حدش منعك تاكل عيش يا اخوي، بس سيب الناس تعدي فرض ربنا اللي انت نسيته. معلش يا سيدي حقك عليا. واذا كان على الناس مش هتسمع صوت، اتفضلوا صلوا ويا رب نتغلب يا رب عشان نخلص خالص. يا رب نتغلب. خلاص يا عم تمام. خش صلي. خش صلي. طب يا اخوي يا رب تذكرينا وروح اتفرجوا على الكوره. خلوا الكوره تنفعكم. جابكم جول في معانيكم. اوه يا راجل. عمو بقى سيجاره يا عم.
نفسي اعرف مين فيكم بيقولها على مكاني. الله يمنع. بس انت مش فاهم، خايف تروح تقول لامي ولا ابويا على المكان اللي انا بقعد فيه ولا بقعد مع مين ولا اي لوك. ايه يا عم وانت قاعد في بره؟ اسكت اسكت. طيب يا تهاني هجيلك تاني. يلا يا بنت. ثابت انت ايه حكايتك؟ انت بتطرديني ولا ايه؟ الله انت اللي جيت لقيتني هنا. انت عايزه ايه مني بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا حب ما بحبش، جواز مش عايز اتجوز، ولو كان يعني في دماغك في مصلحه كده ولا كده من ناحيتي انت عارفه انا ماليش في السكه دي خالص. انا مفيش في دماغي حاجه يا اخويا. الله، امال انت عايزه مني ايه؟ خلاص خلاص اهدي بقى. خلاص يا بنت ما تعيطيش، بتعيطي ليه دلوقتي انت؟ يا سيدي ما انت مش فاهم حاجه، انا لا عارفه اشتغل ولا البس ولا بقى زي بقيه البنات. والعربيات اللي انت بتركبيها دي ايه؟ اوعى تصدقني انا لما بركب العربيه حد بياخد مني حاجه. يا سلام، امال بتركبي العربيات ليه؟ حالفه انك تبوظي سمعتك؟ بيدوكي كام؟ بيدوكي كام اللي انت بتركبي معاهم العربيات؟ 20 وساعات 50. وايه المقابل؟ ولا حاجة. أول ما حد بيفكر يمد إيده عليا بتخانق معاه. بعد كده يضربوكي ويعوروكي. عشان كده سيبوني تاني تعبير. يا بنت المجانين، أنت بتعيطي ولا بتضحكي ولا؟ ربنا يهديكي. ناهي ما تسيبنيش يا شيخ. اعتبرني زي أختك بلاش حبيبتك بس ما تسيبنيش. انا ما عنديش اخوات صبيان ولا عندي اخوات بنات. اضربني اعمل اللي انت عايز بس ما تمسكنيش يا شوقي. خلاص اهدي. طيب اهدي اهدي اهدي. طيب قومي روحي، ربنا يهديكي وخلي بالك على نفسك. دي احلى كلمه سمعتها في حياتي. مش قصدي، انا مش قصدي اقول لك اي كلمه كويسه. يلا يلا امشي امشي. بنونه ولا ايه؟ تعبانه يا اخويا، تعبانه وفي ايه؟ لا لا مفيش، استريح يا حاج استريح. ايه والله ناس مقرفه. ايه اللي عاملينه ده جنب محلات الناس ده؟ وانت مش شباب انت وهو؟ اعرف اللي انتوا قاعدين فيه ده، تقولش قاعدين على الكورنيش جنب كل بلا. طب يا فندم دلوقتي. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ ايه يا بدوره اتاخرت كده ليه؟ اعمل ايه بقى عقبال ما طلعت من الشركه وقعدت الف على الشغل. تشرب ايه؟ لا لا ملوش لزوم، انا اتهريت شرب النار. لازم تشرب. ربنا يخليك. طمني اخبار الكوتاهي؟ تمام، بس في نشره جت من الوزاره امبارح ان الاخضر دخل جدول اول. يا خبر اسود. يعني كمان شهرين وهيشح. طب حبيبي الحق ظبطني بقى بالحصه الكبيره بقى. انا عينيا ليك يا دكتور. وهات لي كمان كرتونه امبول ميه
وهات لي كرتون السرنجة 3 سم، انت عارف بقى المنطقة دي واحتياجاتها حبيب. حاضر. ليك عندي هدية. ايه؟ عشان ما تقوليش بقى جدول الأول وجدول حصص امسك. ربنا يخليك يا دكتور، ده كتير قوي. ولو انه هيشاح. متشكرين. السلام عليكم بقى. سلام عليكم. سلام عليكم. جدول أول، يا خبر اسود، ده واقف حال. بقول لك ايه، انا عايزه فاكهه يا عطيه، نفسي في تفاحه احمر. ما عندنا. فين؟ في خدودك يا جميل. هاتلي معاك شويه معلبات احسن، الثلاجه فاضيه يا عطيه. ايوه وجبن. خلاص بقى يا ناهد، مش كله مره واحده بقى. ونفسي في جاتو. هاتلي جاتو بس بلاش من الفرن، بيبقى وحش، ما تسترخصش. حاضر اللي تأمري بيه. خلاص بقى يا ناهد، في راجل واقف اهو عايز حقنه. صبرك بس يا معلم عبده، معلش انت عارف المدام وطلباتها. باي باي يا روح. مع السلامه. هات لي خطوشه سجاير معاك. سلام. بسرعه شويه. بسرعه بسرعه. وما لمعتيش هنا. وهنا. يلا يا حاجه بسرعه، عايزين نخلص. اختي كراكيب ومزبله عيشه تقرف. تامر. ايوه. معلش يا حبيبي هتعبك معايا. اموري. خد دور بقى في درج ابوك ده، ترمي لي الادويه اللي ملهاش لازمه وتسيب لي اللي لازمه، ولما تخلص تناديه عشان معايا الشغاله جوه. ايه ده؟ هو البرشام ده بتاع بابا؟ اه، كل يوم بياخد منه واحد. يا نهار اسود، ابويا بياخد ده؟